أفادت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية في نشرة خاصة بأنه يرتقب نزول أمطار قوية اليوم وغدا الجمعة في العديد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية أنه من المرتقب تسجيل أمطار قوية تتراوح مقاييسها ما بين 70 و 100 ملم ابتداء من اليوم الخميس على الساعة 11 صباحا وإلى غاية يوم غدا الجمعة عند منتصف الليل بأقاليم شفشاون ووزان والحسيمة والعرايش وتازة وتونس، مضيفة أن أمطارا قوية تتراوح مقاييسها ما بين 40 و 60 ملم مرتقبة أيضا غدا الجمعة من السادسة صباحا إلى غاية منتصف الليل بكل من طنجة أصيلة والفحص أنجرة وتطوان، كما تتوقع مديرة الأرصاد الجوية الوطنية نزول أمطار معتدلة إلى قوية محليا غدا الجمعة بأقاليم سيدي قاسم ومكناس وملاي يعقوب.